خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، عليك الايام بخير وصحه وسلامه. وعليك يا رب، ربنا يخليك. الحمد لله على سلامه حضرتك، وحضرتك دايما منور اذاعه نجوم الفئام. الله يسلمك، ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيب اتعرف بيكي بقى. انا نجوى. نجوى، والله يا استاذ اسامه، انا يعني انا كنت هكلمت حضرتك من فتره بخصوص الشخص المتجوز كده يعني، تمام؟ وبعديها في حلقه كلمتك اسماء حجازي، وضحت ان هو شخص ليه منصب زي منصب وكده، بس احنا ما رضيناش نقول المنصب ده لان يعني وما فيش داعي نقوله. مفيش داعي نقوله علشان ما نخشش في دوائر مغلقه يعني. بالظبط. بس فكريني عشان مش فاكر، انت كنت بتتكلمي عن ايه؟ عن شخص متزوج وانا حبيته ودخلت في العلاقه دي وجات لي جلطه في المخ. وانت قلتي اسماء كلمتني عن نفس الشخص؟ عن نفس الشخص بعديها في حلقه. نفس الشخص ده برضو على علاقه باسماء؟ لا لا خالص. هي ممكن توصل له كل حاجه، بس هي كانت واقفه جنبي في المشكله. اولا اسماء من محافظه ثانيه يعني غير محافظتي. تمام. فهي وقفت معايا موقف جدعانه، وهي اللي خرجتني من الموقف ده. على فكره يا استاذ اسامه، انا اتخطبت لشخص ثاني خالص، شخص محترم، شخص ابن ناس، وقف جنبي برضه. ولما عرف المشكله اللي انا فيها وقف جنبي ورجعني شغلي. انا بس عايزه اقول حاجه، انا عايزه اقول حاجه للشخص ده. الشخص ده لو عنده ضمير ما يستغلش منصبه ان هو يكلم بنات ويوقعهم بالغلط، لان ده ما يرضيش ربنا. بصي، اي انسان عنده ضمير ما يستغلش اي امكانيات عنده في انه يحصل فيها على حاجات مش من حقه. يعني انا مش بتكلم اي انسان عنده منصب بس، اي انسان عنده منصب ما يستغلش منصبه، اي انسان عنده فلوس ما يستغلش فلوسه، ما يستغلش نفوذه، ما يستغلش علاقاته، ما يستغلش، لان الاستغلال في حد ذاته دي يعني سبة، ان الانسان ده مستغل، دي حاجة مش كويسة. يا ولية أستاذ أسامة، عايز اقول لك حاجة، هو ما قدرش سنه، تمام؟ زي ما قلت لحضرتك هو متعدي 50 سنة او سنه كبير. ما صرحش ده في البدايه، بدأ في البدايه كذب عليا وقال لي ان هو صغير في السن الاول يعني. وانت مش شايفه يعني؟ لا انا يعني قلت لحضرتك اللي هو كان بيستخدم صلاحيات شغله، انا ما كنتش اعرفه، ما شفتهوش غير بعد ما كلمته. يعني هو كذب عليكي في البدايه كمان؟ كذب عليا من البدايه يعني، بدل اكتر من 3 شهور وهمني ان هو في الثلاثينات. انت اتعرفتي عليه من على الانترنت؟ لا خالص. تليفون؟ مش عايزين نوضح الوسيلة. لأنه منصب حكومي كبير. ما علينا. يعني عايزة أقول لك إن أنا فضلت العلاقة دي، فضلت من شهر 7/2021 لحد شهر 1/2022. يعني حوالي 7 شهور أو 6 شهور في حالة نفسية صعبة. بس انت شفتيه يعني امتى؟ شفته على الفيسبوك. واكتشفتي ان هو كبير بقى؟ اكتشفت ان هو كبير، واكتشفت ان هو بيضحك على كذا واحدة زي ما قلت لك زمان. طيب واحد عرفك وما شفتيش وشه، هل ده يستدعي انك تخشي في حالة نفسية وانك تنهاري؟ زي ما قلنا لك ان هو كلامه كان معصول وكان طاغي وبيستغل من الدرجة. لا احنا مش عايزين نوضح الكلام بالظبط، بس هو هي اسماء وضحت لك وحضرتك فهمت المره اللي فاتت. ان هو بيستغل ان هو المكالمات دي في ان هو يتغاضى عن رغبات شخصيه ليه. مش يتغاضى بقى، قصدك علشان يحصل على يعني اتلخبطت في اللفظ. يعني هل هو مثلا بيذلك بالمكالمات التليفونيه اللي بينكم؟ لا انا مش عايزه بنت تانية تقع في اللي انا وقعت فيه. انا دلوقتي انا خفيت وبقيت كويسه ومع شخص تاني حاملني وحافظ عليا،
انا دلوقتي انا بكلمك عشان كل بنت تاخد بالها وتحس ان كل شخص بيستغلها ويضغط على مشاعرها، حتى لو مش هيأذيها ان هو بيهددها بمكالمات تليفونية، لا ده هو بيأذيها مشاعرها، بيخليها يحصل لها مرض نفسي وعصبي. لا انا فاكره ان بقيت كويسه جدا. بصي في بعض الناس، تعالي اقول لك حاجه بس بسيطه، انا طبعا معاكي جدا وبحييكي يعني اتمنى ان رسالتك تكون واصله للناس. في بعض الناس بتقدر تتعافى، وفي بعض الناس برضو بتتمكن انها ما تقعش الوقعه اللي انت وقعتيها، بس مع الاسف انت من الواضح ان انت وقعتي الوقعه دي لضعف جواكي انت، انت ما يعني كنت اضعف من انك تركزي، من انك تفهمي، من انك تقيمي الموقف، فده اللي وقعك الوقعه دي. وبرضو في ناس الوقعه بتاعتهم ما بتبقاش بالجرح الكبير بتاعك، لان احنا بنختلف من شخص لشخص، ولكن هي رساله لازم توصل لكل الناس، ان ما تخليش مخلوق على وجه الارض يستغلك باي شكل من الاشكال. احنا بني ادمين، والفرق بينك وبين اي شخص بتعرفيه ولا حاجه، لان ربنا خلقنا احنا الاثنين، وربنا ادانا كل الامور الجميله اللي في حياتنا دي احنا الاثنين، فما فيش حد يسود على حد الا باعماله الطيبه، الا بالخير اللي بيعمله، الا بكل ما هو جيد، انما ما فيش حد بيسود على حد بسلطه، ولا حد بيسود على حد بمال، ولا حد بيسود على حد بعزوه، ولا بنسب، ولا كلنا ولاد تسعه.